مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في جوله جديده من جولات برنامجكم برنامج اليوم، جوله في اهم واخر الاحداث المحليه والعالميه. وهنبدا النهارده اخبارنا بطبعا ابرزها، وهو ارسال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرقيتي تعازي الى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكه العربيه السعوديه وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكه العربيه السعوديه في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان. هنكمل مع حضراتكم باقي اخبارنا النهارده في اليوم. ونهارده اعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلاق فعاليات مبادره كتف في كتف، وهي اكبر مبادره حمايه اجتماعيه في مصر، وده استعدادا لاستقبال الشهر الكريم شهر رمضان المبارك. الحقيقه الحمله دي كتف في كتف بتستهدف 16 محافظه، ده بالتوازي طبعا مع الفعاليات اللي بيتم فيها تعبئه وتوزيع اكثر من مليون كرتونه مواد غذائيه، بالاضافه الى 160 الف وجبه و30 الف قطعه ملابس على الفئات الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا من اهالينا في هذه المحافظات، بمشاركه المتطوعين من كل التحالف الاهلي. كان طبعا للاطفال نصيب من المبادره، مبادره كتف كتف، بتوزيع فوانيس رمضان والالعاب، وده لادخال طبعا البهجه والسرور على الاطفال واسرهم، وتزامن مع اقتراب الشهر الفضيل. مبادره كتف في كتف ده بتاتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الاولى بالرعايه والاكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بتقديم 4 مليون كرتونه مواد غذائيه للاسر الاكثر احتياجا في كل محافظات الجمهوريه، واللي بدات بالمواطنين في المحافظات الحدوديه، وده طبعا لتخفيف العبء عليهم وطبعا تخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات. في مبادرة كتف في كتف، ودي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر. الحقيقة مؤسسة حياة كريمة بتشارك في ثلاث محافظات النهاردة، هم الشرقية وكفر الشيخ والأقصر، وده يعني لتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الحقيقة المتطوعين هناك في المؤسسة قاموا بعملية نقل الكراتين تباعا في شكل سلسلة منظمة، استعدادا لتسليمها الى المواطنين وتمهيدا للانطلاق في القرى. وبتشهد محافظه الاقصر توزيع كراتين المساعدات الغذائيه على المرضى والعاملين في مستشفى شفا الاورمان بالاقصر، وتوفير العاب لاطفال المستشفى، وتوزيع فوانيس رمضان لادخال البهجه والسرور على الاطفال هناك، ده بالاضافه لتوزيع مكافئات ماليه لاولياء الامور وتجهيز فعاليات ترفيهيه للاطفال في مسرح العرايس. وبتضمن ايضا الفعاليات تنفيذ ورشه حكي للاطفال عن مبادره حياه كريمة. مش بس كده، كمان مشاركة الأطفال في تعبئة الكراتين وتنفيذ احتفالية لسفراء حياة كريمة، بالإضافة إلى إجراء جلسات حوارية. الحقيقة مبادرة حياة كريمة هي مبادرة كريمة يعني من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاقها في 2019 وما زالت مستمرة في كل القرى المصرية المستهدفة. الحقيقة بهذه المبادرة احنا بنشوفها يعني في مراحلها من أول ما بدأت وحتى اليوم، وهي بتشارك الأهالي والمواطنين في كل محافظات الجمهورية، وبتستهدف محافظات بعينها زي المحافظات الحدودية والمحافظات اللي بيبقى فيها
قرى أكثر احتياجا دي اللي بتستهدفهم وبتستهدف هذه الفئة. طيب بتستهدفهم إزاي؟ هي بتستهدفهم من خلال قاعدة بيانات. هذه القاعدة من البيانات فيها كل الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. هي دي للمبادرة بتستهدفها، وبتروح لهم لحد عندهم وبتقوم الحقيقة بعمل كل ما يلزم، نظير طبعا إن هي ترفع العبء والمعاناة عن كاهل هذه الأسر. الحقيقة احنا عندنا وقفة مهمة إن شاء الله في حلقتنا النهاردة مع مبادرة حياة كريمة ودورها في هذه الأيام وقبل الشهر الفضيل إن شاء الله، هتكون معانا في مكالمة هاتفية. طيب لسه مكملين مع حضراتكم، والحقيقة الدولة بتقوم بجهود قوية في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وإحنا شفنا ده. طب بتقوم ده من خلال المنافذ، منافذ الوزارات، التموين والزراعة معهم أيضا منافذ وزارة الداخلية العاملة الحقيقة جهد كبير لازم نشيد بيه في توفير السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة. يعني الأسعار حجم التخفيض فيها بيتراوح من 20-30% على السلع، والحقيقة كل السلع متوفرة. المعارض دي كمان بتخضع لمتابعة مستمرة ولحظية من المحافظين في محافظاتهم، وده لضمان استمرار تقديم السلع على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع على مدار الأشهر اللي فاتت واللي جاية إن شاء الله، علشان يسهلوا على المواطنين خدمتهم بشكل لائق. عندنا مثلا افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض أهلا رمضان في محافظة أسيوط الجديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة. مش بس كده، اللواء كمان أحمد راشد محافظ الجيزة عمل اجتماع الحقيقة مع المجلس التنفيذي للمحافظة وناقش خلاله استعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك، واستعرض جهود توفير السلع الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. احنا محتاجين نتعرف أكتر على تفاصيل بقى يعني هذه المعارض اللي بتقوم بها الدولة لتوفر بها السلع الغذائية، معارض أهلا رمضان في كل محافظات الجمهورية. احنا هاتفيا بينضم لنا الأستاذ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. برحب بحضرتك يا فندم. مرحبا بحضرتك استاذ نادين، ومشكر على حضرتك ومشاهدينك الكرام، وكل سنه وانتم طيبين ومصر بامن وخير واستقرار ان شاء الله. اللهم امين. عاوزين نطمن من حضرتك على الاستعدادات النهائيه لاستقبال موسم شهر رمضان الكريم وتوافر السلع في المنافذ والاسواق وتحديدا في معارض اهلا رمضان. زي ما حضرتك اشرتي في التقرير ان احنا منذ فتره طويله والقياده السياسيه حريصه على رفع الاعباء على المواطن المصري بافتتاح معارض اهلا رمضان من اول يناير 23، وبالفعل بدأنا في المعارض اللي وصلنا الرقم حتى هذه اللحظة رقم غير مسبوق، وصلنا ل 460 معرض، يمكن آخرهم زي ما حضرتك أشرت في أسيوط، وإمبارح في المنيرة في الجيزة والقلوبية وجميع المحافظات. يمكن محافظة المنوفية وصلت ل 72 معرض، محافظة الشرقية وصلت ل 52 معرض. كانت التوجيهات برفع الأعباء عن المواطن المصري وعرض السلع بتخفيضات من 20-30% عشان الظروف اللي بيمر معها العالم كله، ظروف اقتصادية وحرب روسيا مع أوكرانيا وارتفاع سعر الدولار. ولكن الدولة المصرية والحكومة والقيادة السياسية كانت حريصة على ملف الأمن الغذائي وتدارته بنجاح باهر في توفير السلع على مدار السنوات الماضية وزيادة المخزون الاستراتيجي أكثر من 6 شهور. وبدأنا بالفعل في المعارض بجانب طبعا قلت لحضرتك 460 معرض من سوق الجمهوريه بتخفيضات من 20-30%، بجانب النهارده 290 سياره تتبع الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بتمر في الشوارع والمناطق الاكثر احتياجا، بجانب ان في طبعا شباب سيارات شباب الخريجين، وبالتنسيق الكامل وبوعد عليها واقررها بالتنسيق الكامل ما بيننا وبين الوزارات الاخرى، وزاره الزراعه، ويمكن مفتوح معرض حديقه الاورمان بافتتاح مع وزير التموين ومع وزير الزراعه برضه التخفيضات في حديقه الاورمان تخفيضات عاليه جدا. النهارده وزاره الداخليه مبادره كل واحد وسيارات امان، جهاز الخدمه الوطنيه اللي قام بدور كبير جدا في سوبر ماركت اهالينا وسيارات تحيا مصر لتجوب المناطق الاكثر احتياجا في مصر. كل الاتحاد الصناعات الغرف التجاريه في تنسيق كامل لتوفير السلع والاتاحه على مدار الساعه زي ما حضرتك اشرتي. ووجه رساله للمواطن المصري، السلع كلها متوفره، عندنا مخزون استراتيجي امان، روح والمعارض شغاله باستمرار مش هنقفلها، المعارض مستمره، خد احتياجاتك وروح وتعالى، المعارض مفتوحه باسعار مخفضه. ويمكن كان توجيهات القياده السياسيه اخر الايام الماضيه افتتاح المعرض الرئيسي في قاعه مطارات مدينه نصر يوم 15 هذا الشهر ولمده الى 21 بتخفيضات نفس التخفيضات. ويمكن معالي من 15 يعني خلينا بس نركز كده مع بعض، يوم 15 اللي جاي ليوم 21 ده هيكون المعرض الرئيسي في ارض المعارض في مدينه نصر.
تحت رئيس فخامه الرئيس، تمام. وهيفتتح الدوله الرئيس مجلس الوزراء والساده الوزراء، وهيكون في 12 200 شركه عارضه بجانب الشركه القابضه، ويفضل وبنفس معاد التخفيضات من 20 ونفس ل 30%؟ التخفيضات. عايز اقول لك في عده لقاءات تحضيريه ما بين معالي وزير التموين واتحاد الغرف والسلاسل التجاريه والمصنعين، اللي النهارده مبدانا البيع بسعر التكلفه، مفيش ارباح، مفيش حلقات تداول، مفيش حلقات وسيطه من المنتج للمصنع للمعرض مباشره. ويمكن الفتره اللي فاتت نجحنا فيها في ان احنا منعنا الحلقات الوسيطه لرفع الاعباء وتقليل التكلفه وسلاسل الامداد، لتصل الاسعار زي ما حضرتك اشرت كده بتخفيضات عاليه ومتوفره على مدار الساعه. بجانب عاوز اقول لك ان في قوافل بتروح المناطق الاكثر احتياجا والقرى، قوافل من 10 سيارات او 20 سياره باتفاق مع الوحده المحليه، وبيتم في المناطق الاكثر احتياجا اكثر سكانا بعرض السلع، ليستفيد كل مواطن في ربوع مصر بهذه المعارض وهذه التخفيضات وبجوده عاليه. احنا بنوجه الحقيقه المواطنين معاك يا استاذ عبد المنعم انهم يروحوا معارض اهلا رمضان. هم بعض المواطنين بيستسهلوا طبعا من السوبر ماركت القريب منهم، لكن معارض اهلا رمضان الموجوده والمنتشره في جميع انحاء الجمهوريه، قلت لي انها اكثر من 460 معرض، صح كده؟ والمفاجاه الجديده بقى ان السلاسل التجاريه، معظم السلاسل التجاريه والمحلات شاركت معانا، هيبقى فيها جزء بارتيشن معرض اهلا السلاسل رمضان التجاريه الكبيره بنفس البارتيشن، بنفس السلاسل، بنفس السلع الاستراتيجيه، بنفس التخفيضات اللي احنا اتكلمنا عليها ان شاء الله، لكل مواطن يستفيد في مصر بهذه التخفيضات، ومنع يعني جشع بعض التجار. وفي بعضه بوجه رساله للتجار الشرفاء اللي بيعملوا معارض قدام المحلات الكبيره ونازلين بتخفيضات، فالكل بيتكاتف والكل بيتكاتف في ظل الظروف لتوفير السلع، وان شاء الله شهر رمضان يعدي على خير والخير كله وارد في يا مصر رب. ان شاء الله. اللهم امين. 460 معرض على مستوى الجمهوريه، 290 سياره متنقله، الحقيقه ده مجهود جبار، مشكور عليه كل من قام عليه وقام بالتنفيذ ومتابع. مشكورك شكرا جزيلا استاذ عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين. طيب احنا هنرجع بقى للتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، معانا الاستاذ احمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسه صناع الحياه وعضو التحالف الوطني طبعا للعمل الاهلي التنموي. برحب بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك وشكرا جزيلا على الاستضافه يا فندم. اهلا بيك. ومحتاجه اتعرف من حضرتك على ال 16 محافظه المستهدفين خلال هذه الفتره من المرحله الاولى للمبادره، مبادره كتف بكتف. اتفضل. الحقيقه ان هو ما بين محافظات في الصعيد زي سوهاج وقنا واسوان والاقصر وبني سويف والفيوم، ومحافظات في الدلتا زي الاسكندريه وكفر الشيخ والدقهليه والقليوبيه، محافظات برضو في اللي هي في القناه زي الاسماعيليه وبورسعيد. يعني احنا في الحقيقه هم 16 محافظه النهارده، لكن احنا كطول شهر رمضان هنستهدف جميع محافظات مصر باذن الله. بدانا من جنوب سيناء كانطلاقه كان اول امبارح، وشغالين بقى ان احنا طول الفتره اللي جايه وصولا ليوم 17 مارس اللي هيبقى ختام كبير للفعاليات اللي احنا بنعملها كمبادره كتف في كتف، بنوزع في مصر كلها ان شاء الله. يعني من اول امبارح وحتى يوم 17 مارس دي هتبقى مده توزيع الكرتونات الغذائيه الخاصه بمبادره كتف بكتف، صح كده؟ بالظبط يا فندم. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نكون موزعين 4 مليون كرتونه قبل دخول شهر رمضان على المستفيدين. دي طريقه من طرق بتاعتنا. في طريقه ثانيه اللي هي الاكواد الالكترونيه، ان احنا بنبعت كود الكتروني للمستفيد، المستفيد بيروح لاقرب سوبر ماركت او منفذ تموين في مكنه المدفوع الالكتروني اللي احنا الشركه من شركات المدفوعات الالكترونيه اللي احنا متعاقدين معاها، بحيث ان هو يختار الحاجه اللي هو محتاجها او اللي هو عايزها. دي طريقه ثانيه وفيها تنشيط برضه طيب اشرحها لي بشكل اكبر معلش يا استاذ احمد، يعني ايه فندم كود الكتروني والمواطن هيستقبله ازاي هقول وهيروح وهيروح ازاي يصرفها؟ اتفضل. طيب تمام. هو دلوقتي ان الـ الـ احنا بيبقى في تعاقد مع شركه من شركات المدفوعات الالكترونيه المشهوره، يعني بنبقى يعني هو ضامن او فوري او كده يعني. بعد كده بنبعت لهم احنا القيمه الماليه بتاعه المنتجات على الشركه، الشركه بتعمل كرييشن لنوع كود الكتروني بيبعت للمستفيد عن طريق مسج او من خلال المتطوع، لان احنا يعني كمؤسسه صناع الحياه شغالين بطريقه تعتمد على المتطوعين، ان المتطوع بيقابل المستفيد بالكود الالكتروني ده في المكان او في القريه. تمام. بصوره الرقم القومي الكودين دول. انا كنت تحديدا هسال في النقطه دي، يعني هل انتوا ضامنين ان كل الناس اللي بتتعاملوا معاهم
معاهم عندهم العلم الكافي، العلم طبعا الرقمي هقول الكافي ان هو بقول يستخدم لحضرتك الكود يا اما بنبعت الالكتروني؟ طبعا الدنيا دلوقتي يعني التكنولوجيا بقت عاليه حتى في القرى والمراكز، والصوره الذهنيه بتاعت ان الناس مش بتستخدم الموبايل والكلام ده كله، دي يعني يمكن ما بقاش زي الاول. ولكن حتى لو الناس اللي ما بيقدروش يعملوا كده، المتطوع بتاعنا احنا المتطوعين بتوعنا موجودين ومنتشرين في كل المراكز وكل القرى في محافظات مصر كلها، بيقابل المستفيد عند التاجر بيديله هذا الكود الالكتروني، المستفيد بيبقى معاه رقم القومي بتاعه، الاثنين بيتدربوا على عن طريق التاجر اللي هو بيبقى بيستخدم اصلا المكن اللي هو المكن اللي بيتشحن بيه كروت الموبايل والحاجات دي، هو نفس المكن، تمام. بيدخل الكودين بيطلع له قيمه، القيمه دي محدده مسبقا طبقا لبحث الحاله اللي احنا عاملينه، طبقا لعدد افراد الاسره بتبدا من 300 جنيه بتوصل لغايه 1000 جنيه. بيبدا ان هو يختار المنتج اللي عاملها. في طبعا احد المؤسسات برضو ده اكيد بناء على قاعده بيانات، مش كده ولا ايه؟ مظبوط يا فندم. التحالف بقى، واحنا وجودنا في التحالف، احنا كان كل مؤسسه وكل جمعيه كان عندها قاعده البيانات اللي هي بتاعتها، ولكن مع وجود التحالف واحنا مع بعض بقى عندنا قاعده بيانات يمكن تقترب من 30 مليون مستفيد بنشتغل عليهم مع بعض، بحيث ان احنا ما نديش حد اكتر من الاحتياج، او وفي ناس كانوا ممكن ما يحصلوش على الخدمه بتاعتنا، فبنقدر ان احنا نوزع جهدنا. النهارده مثلا لو حضرتك يعني في متابعه للجهد اللي احنا بنعمله النهارده، هتلاقي ان كل مؤسسه او كل محافظ كل يعني احنا كصناع الحياه واخدين 3 محافظات، سوهاج والقليوبيه، واحنا واخدين سوهاج والقليوبيه واسكندريه، هتلاقي محافظات تانية واخده او مؤسسات تانية واخده الاسماعيليه، ومؤسسه تانية واخده الشرقيه، بحيث ان كل محافظه في يعني الاماكن اللي هي التقسيم ما قويه بين فيها. التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي بيبقى بالمحافظات مش بالظبط بالافراد، صح كده؟ بالظبط، يعني احنا على حسب الفعاليات بنقدر نشوف كل مره بنقسم الجهد مننا علشان ما يبقاش فيه تكرار للجهد. احنا اكيد كل مؤسسات التحالف بتشتغل على مستوى المحافظات كلها، ولكن لما بتيجي مبادره زي كتف في كتف او خيرك سابق او القوافل اللي احنا بنعملها، بنبدا نوزع الشغل ما بيننا على اساس ان احنا نبدا ان احنا كل الاماكن او كل المحافظات او كل المناطق الجغرافيه طبقا لقوه كل مؤسسه تقدر ان هي توصل الخدمه بتاعتها في احسن صوره وبطريقه عادله للناس. عادله ما بين كل المحافظات، يعني بالظبط كل كده اللي بيحتاج بيبقى هناك في مقاييس معينه لحجم الاحتياج، وده بيتم على اساسه اعطاء مظبوط مظبوط مظبوط. طيب باقي المحافظات اللي هتوصل لهم المبادره ايه هي؟ احنا زي ما قلت لحضرتك احنا عارفين هي 16 محافظة 4 مليون كرتونة قبل شهر رمضان، صح كده؟ مظبوط. احنا لا 4 مليون كرتونه ده هتبقى لكل المحافظات، احنا النهارده بس شغالين في 16 محافظه كانت كجزء من الفعاليات بتاعه المبادره، لكن لغايه يوم 17 مارس احنا شغالين في كل محافظات مصر ان شاء الله باذن الله. طيب ده بالنسبة للكراتين، لكن الحقيقة واحنا بنقرأ الخبر احنا فرحنا جدا جدا لما عرفنا ان المبادرة مش بس بتستهدف الموجودين في قاعدة البيانات، لكن في اطفال بتستهدفهم، في كمان وجبات، يعني احنا قرينا وجبات، في توزيع فوانيس، في العاب، ما انا هقول لحضرتك احنا مش حاجات بنعمل عينية ومادية. كويس فضل. جدا كويس جدا النقطة دي. احنا عندنا مستهدف كبير جدا غير ان احنا نوزع المواد الغذائية، ان احنا نعمل حالة من البهجة والامل والفرح. احنا كلنا عندنا ظروف اقتصادية والعالم كله بيعاني من ظروف اقتصادية صعبة اكيد مأثرة علينا كلنا، لكن احنا الفكرة الرئيسية اللي احنا بنوصلها للناس مش ان احنا بنقول ان احنا ما عندناش ظروف اقتصادية صعبة، لا، احنا بنقول ان احنا عندنا ظروف اقتصادية صعبة ولكن كلنا هنقدر نعديها. فغير ان احنا بنوزع الحاجه بطريقه عاديه، لا، احنا بنبقى واحنا بنوزع في طفل بيجي فبنبقى عايزين نعمل له نشاط كرنفال اطفال، في شاب بيجي فممكن نعمل ماراثون، في ست كبيره بتيجي فبنقدر نساعدها ونشيل لها الحاجه لغايه المكان، سواء لغايه ممكن نوصل لها لغايه بيتها. فكل الانشطه مثلا احنا بالتوازي مع الموضوع دوت احنا عاملين كرنفالات اطفال، عاملين تكريم في بعض المحافظات، تكريم للام المثاليه في بعض لان ده تزامن مع عيد الام، في بعض المحافظات بنوزع فوانيس، في بعض المحافظات بنعمل معارض ملابس بالتوازي مع القوافل، في بعض المحافظات بنعمل قوافل طبيه، فبنعمل انشطه مختلفه بنستغل الحاله الكبيره، بدل ما بنعمل نشاط واحد لا بنعمل نشاط مستهدف البهجه والفرحه اللي توصل للناس كلها. انتوا عاملين حاله جميلة الحقيقة، يعني هذه المؤسسة العظيمة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،
عاملين حاله جميله، حاله خيريه، حاله انسانيه، بنشكركم عليها. وبشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسه صناع الحياه وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. هنروح لفاصل قصير وهنكمل بعديه باقي كلامنا في اليوم، خليكم معنا. عقد هذا المؤتمر في جمهورية مصر العربية طبعا بيأكد الدور الريادي لجمهورية مصر العربية على مستوى الإقليمي والعربي والدولي، ودايما مصر بتسعى لكده عشان تأكد ريادتها في المنطقة العربية. في النهاية احنا بنستعرض أكثر من 40 دراسة بحثية من الأكاديميين والإحصائيين والباحثين على مستوى الأكاديميات والجامعات العربية والمصرية. الهدف منها ان احنا بنوحد منهجيات العمل الاحصائي. كل مدعي تنميه لابد ان يستثمر اول حاجه في البيانات. اذا لم تستثمر في البيانات فانت يبقى في شك في كل ما ستبني عليه خططك. الخطط تبنى على الديتا وعلى البيانات. فالدوله الرشيده المهتمه لابد ان تهتم بجهاز الاحصاء وبالاحصائيين. دايما اقول ان الاستثمار في البيانات هو أكبر استثمار مربح. الاتحاد هو اتحاد إحصائيين العرب اللي يضم بحدود 550 عضو ويضم أجهزة إحصائية عربية مختلفة. اعتاد الاتحاد أن يقيم مؤتمراته العلمية كل عامين لدراسة الوضع الاقتصادي والإحصائي والمجتمعي في أوطاننا العربية. في هذا المؤتمر قدمت بحدود 90 بحث تعالج الوضع العام الاقتصادي والإحصائي والمجتمعي للوطن العربي. أتطلع إلى أنه خبراء الإحصاء في كل الدول يلعبوا دور أكبر في هذا العالم المتغير اللي فيه كثير من المفاجآت اللي بتحدث، الأزمات الاقتصادية، أزمات الطاقة إلى آخره. فكل هذه الأزمات بتتطلب من الإحصائيين جمع مزيد من البيانات وتحليل هذه البيانات وعمل المؤشرات والنماذج الإحصائية التي تسهل على متخذ القرار صنع السياسات واتخاذ القرارات. طيب خلونا نروح نتكلم بقى على الكورة. بيستعد النادي الأهلي للقاء فريق سان داونز في دوري أبطال إفريقيا في الجولة الرابعة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. بكرة إن شاء الله الساعة 3 العصر هيكون في جنوب إفريقيا مباراة، أيضا مع هتكون مباراة الـ15 في تاريخ الفريقين. هيلعب الفريقين في 14 مباراة، أو لعب بالفعل في 14 مباراة سابقة، حقق الأهلي فيها الفوز 5 مباريات وخسر 3 وتعادل 4. طب احنا عايزين نطمن الحقيقة على الأهلي، يعني الأخبار إيه؟ الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حسن المستكاوي، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا دينا، أهلا بيك. منورنا طبعا في اليوم، وعايزين نسألك يعني الأهلي فرصه إيه أمام نادي سان داونز بكرة، خصوصا بعد التصدر طبعا الهلال السوداني المجموعة بتسع نقاط. طبعا معلش، هو الأهلي هو الأهلي، يعني بطل أفريقيا يعني 10 مرات، فريق كبير، فريق عنده شخصية، فريق ليه تاريخ كبير. طبعا سان داونز فرقة كويسة جدا، بتلعب كرة حلوة ممتعة، حتى عمل ماتش كبير مع الأهلي في القاهرة اللي انتهى 2-2. الأهلي صحيح ضيع ضربة جزاء محمد هاني، لكن في النهاية سان داونز فرقة بتلعب جيم مفتوح، ممكن الأهلي يستغل ده. يعني انت عشان تواجه فرقة زي دي لازم تكون حذر جدا تكتيكيا، ولازم تلعب بتكتيك في يعني الذكاء، وفي انك تقدر تدافع كويس قوي وما تسيبش الفرصة لسان داونز انه يدخل ملعبك ويلعب كورة عليك زي ما حصل حتى في القاهرة، لانه كان لعب جيم مفتوح. الأهلي صعب، انا اظن ان الأهلي صعب قوي يلعب الجيم المفتوح هناك. والتكتيك الكويس اللي فيه هذا الحذر والسرعة في الهجوم المضاد خصوصا في الهجمات المرتدة. طب انا عايز اسال حضرتك يا كابتن، يعني افضل تشكيل من وجهة نظرك يقابل الاهلي بيه سان داونز بكره؟ لا بصي، هو اهم حاجة في التشكيل الحقيقة وسط الملعب. ديانج وفتحي ومروان اعتقد ممكن ده يكون تشكيل قوي. أنا أقصد ليه وسط الملعب؟ وسط الملعب هو
حائط الصد الاول، وهو اللي بيحدد اتجاهات اللعب واتجاهات الهجوم، وعليه دور مهم قوي قوي قوي. ربما الدور للظهرين مش هيبقى كبير زي ما كان في القاهره مثلا، يعني لان هيبقى في شكل من اشكال الحذر، مش هيطير كولر، مش هيطير الظهرين يعني زي ما كان بيلعب في القاهره او زي ما بيلعب ماتشاته في القاهره، لان الفرقه دي ما تقدرش تفتح معاها الجيم. انما لعيبه الوسط مهم جدا يكونوا عليهم دور مهم قوي في مباراه بكره ان شاء الله. توقعاتك بكره ايه يا كابتن؟ نعم، توقعاتك بكره ايه؟ احنا بنتفائل بيك الحقيقه. صعب قوي الواحد يتوقع، الكوره دي ملهاش يعني، ده فيلم ملوش نهايه معروفه. اوعى تفتكر حد بيقدر يتوقع نتيجه مباراه مهما كانت، وخصوصا لما تبقى بين فرق قويه يعني، او يعني فرق قوي طبعا فيها نديه ما بينها وبين بعضها. انما طبعا نتمنى ان الاهلي يوفق ويكسب، وهو قادر ان هو يكسب ان شاء الله يعني، رغم ان الناس كلها قلقانه من الماتش بعد العرض القوي جدا اللي عمله سان داونز عندنا. صحيح صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا، الناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي حسن المستكاوي، شكرا جزيلا ليك. وقبل ما نختم حلقتنا الحقيقه عايزين نختم بخبر حلو. كل سنه وحضراتكم طيبين. بكره هتجري وزاره الداخليه قرعه الحج لهذا العام، حيث قررت البدء في اجراء قرعه الحج في مديريات الامن على مستوى الجمهوريه، ده طبعا في اطار تفعيل الاجراءات التنفيذيه لتنظيم قرعه الحج هذا العام 1444 هجريه 2023 ميلاديه، بدءا من 11 مارس ولمده 5 ايام. عقبالنا وعقبالكم. خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في برنامجكم برنامج اليوم على شاشتكم شاشه بي ام سي. شكرا لكم والى اللقاء.